أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم ولكن أكثركم بالحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له